واش انت ما غاديش ترتاحي وتريحي داكشي اللي في كرشك ولا شنو؟ راك تعرفني انا خصني ضروري نتحرك، ما عرفتش اش كتبت هنايا كنعطيك بيتك. ماشي مهم دابا، المهم هو شي طبيب. المهم تمشي توقف على شغلك وتكل على راساتك، هذا هو المهم. انا عندي يلا تفطري باش نمشيو عند الطبيب. ايوا داك البيرو شكون اللي غيقابلو؟ سير اسيدي لخدمتك. عندنا عند وين اختك اصاحبي؟ والطاكسي اللي غادي يديني غنقولو يتسناني تيرجعني. والله يخليك غير سير صافي، انا غنمشي بوحدي. عندنا يلا مشو الخدمه. سير انا شو لحق عليك. واخا مالك تشوف فيا؟ عمرك ما شتيني ولا شنو؟ من مات الوالد والوالده تعذبت بزاف وتقاتلت باش شي ما يمرضنيش ونبقى غادي القدام، حيت كنت نفكر ديما انك انت عندي في حياتي وانت غتوقفي معايا، ولكن الا وقعت لك شي حاجه ما قدرتش نصبر. عندنا انت دابا كبرتي وليتي راجل، ما بقيتش نسمعك كتقول هاد الهضره. واخ نقولوا انا ما مريضتش، كنت ضروري شي نهار غادي نموت. الله يطول لي في عمرك. انا خويا انا بغيت تفرحني هي تشوفك وليتي متكل على راسك واقف على رجليك، راه تنساي بوحدك اللي عندي. من على هاد الهضره في الصباح، انت بغيت تقتلني ولا شنو؟ كنشوف راسي بوحدي غنبقى بوحدي، ما عندي لا حنين لا رحيم. لين مرض شكون يجيب لي كاس الماء؟ ولا لا ما كاينش اللي يجيب لك كاس الماء. انت يمكن بغيتي تجوج ياك؟ قول لي شكون هادي يا سيدي نمشي نخطبها لك. اودي ما كاين لا زواج لا والو. شتي الوصايا اللي غنوصيك اخويا؟ الا لقيتي شي بنت عجبك ولقيتيها كتبغيك ما تفرطش فيها، حيت ما بقاش الحب في هذا الوقت. هي تسير غسلها فمك بعدا. يلا هاشي. تفضل جلس.